السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة أبدأ واستمتع. النهاردة بنتكلم على بعض الخفايا والتريكس اللي نقدر نعملها مع الوين وورد، مايكروسوفت وين وورد. هنبدأ الأول نشوف إزاي بستخدم الكيبورد في كل شيء، تمام، بدون استخدام الماوس. هدوس على علامة الويندوز اللي في الكيبورد وهكتب كلمة وورد، يفتح لي على طول برنامج، دوس انتر فتح البرنامج، انتر كمان فتح ملف جديد بدون استخدام الماوس نهائي. طيب نخش بقى على بعض التريكس اللي هنشوفها في الكتابة. هكتب برضو وهعمل editing بدون استخدام الماوس تماما. هنبدأ نكتب، هنكتب انجليش اهو، تمام. دلوقتي انا الكيرزر واقف على اليسار، عايز اعمل edit، تمام، بدوس shift مع السهم اليمين، علمت على كله، تمام. عايز دلوقتي اكبر حجم الكلام، بدوس كنترول مع الدال، كنترول تفضل ثابته وبدوس على الدال. بعدين في كنترول جيم بقلل السايز بتاع الفونت، يبقى عندي كنترول دال وكنترول جيم، تمام. طيب عايزين نعمل تريكس تاني باستخدام الكيبورد برضو، هنعمل ايه؟ محاذاة ناحية اليمين كنترول ال، ومحاذاة ناحية اليسار، سوري، كنترول ال يسار وكنترول ار يمين وكنترول اي في الوسط. طيب عايزين نعمل الكلام كله كابيتال او الكلام كله سمول، وديت احدى التريكس اللي ناس كتير جدا ما تعرفهاش، بتضطر تكتب الكلام كله من جديد عشان يحوله من كابيتال لسمول. فهنا هو انا كتبت الكلام، وعشان اغيره من كابيتال لسمول هدوس شيفت مع اف 3، شيفت واف 3 مره واحده كله بقى كابيتال، شيفت اف 3 هيخلي كله سمول، شيفت اف 3 هيخلي الحرف الاول كابيتال من كل كلمه. ممكن تجربوا معايا، تمام. ادي اهو شيفت اف 3 كله بقى سمول، بعدين شيفت اف 3 خلى الحرف الاول هو بس اللي كابيتال، شيفت اف 3 كمان اصبح كل الحروف كابيتال. ودي احدى الخفايا اللي ناس كتير جدا ما تعرفهاش. طيب احنا كتبنا دلوقتي بالانجليزي، عايزين نبدأ نكتب بالعربي، تمام. هنكتب بالعربي، هنحول الكلام إلى اللغة العربية إزاي؟ شيفت ألت يمين، شيفت مع ألت يمين، ونكتب بالعربي. طيب الكلام مازال موجود ناحية اليسار، عايز أخليه ناحية اليمين، هيبقى كنترول مع شيفت يمين، كنترول شيفت يمين، تمام. يبقى ألت شيفت يمين أكتب عربي، بعدين كنترول شيفت يمين بوديه ناحية اليمين، تمام. عايز ارجعه يسار، هتبقى كنترول شيفت ناحية اليسار، رجعه تاني ناحية اليسار، تمام. طيب بالنسبة لعمليات الايديت اللي قلنا عليها قبل كده، برضو هي شيفت مع سهم يمين او سهم شمال بعلم على الكلام، وبعدين كنترول دال او كنترول اللي هو السهم اللي على اليمين الكبير، كنترول دال تكبير، تمام. وبعدين بعمل عليها شيفت تاني وكنترول جيم تصغير، تمام. طيب عايز توسيط نفس اللي قلنا عليه قبل كده، ان انا كنترول اي، طب عايز احط تحتها خط كنترول يو، كنترول يو اقدر احط خط تحت الكلام. طيب انا عايزه يبقى سميك يعني بولد، يبقى كنترول بي او كنترول لام الف، تمام، كنترول بي او كنترول لام الف. طيب انا مش عايز اطول عليكم في الفيديو اكتر من كده، هنبدا نشوف ازاي بعمل سيف، كنترول اس، تمام، على طول فتح لي المكان اللي انا عايز اسيف عليه بدون ورد الماوس. هستخدم التاب، تمام، اللي موجوده عندك في الكيبورد على اليسار، بتحرك اهوت بالتاب، اختار المكان وادوس انتر،
اهو مور سيف اوبشنز، هدوس انتر يفتح لي السيفنج اوبشنز بتاعتي، اشوف هيسيب اعمل سيف فين، بختار طبعا برضو بالسهم فوق وتحت الملف اللي يعجبني او الفولدر اللي يعجبني، بدوس اوكي، بعدين بغير الاسم تمام وادوس انتر، يبقى خلاص سيف. يبقى انا كده اهوت بدأت كل شيء بالكيبورد وانهيت كل شيء بالكيبورد بدون ما استخدم الماوس تماما، وتعرفت على بعض الشورت كات اللذيذة اللي ممكن تسهل لي العمل على الوورد، وان انا اكون بروفيشنال في العمل بالكيبورد. شكرا والسلام عليكم.